بعضهم يقولون تردون على أبي الحسن، تردون على ما أدري من، على فلان المغراوي إلى آخره. طيب بعض المشايخ يثني ولا يقول عنه، صحيح؟ ما نبغى نسمي. هذا أحمق الذي يقول هذا الكلام، الكلام فيه كالجواب هذا تماما، لأن هذا العالم الذي ظن في هؤلاء الظن الحسن، نعم، نحن نعتقد فيه أنه لا يتعمد مخالفة الحق، لو تعمد المخالفة لألحق بهم. هذا واحد. ثانيا، لا يعقد الولاء والبراء على قالته ولا مقالته. أخذت بكلامه مرحبا، لم تأخذ بكلامه ما تلقفك ها وتطرد وراك. ثالثا، بارك الله فيكم، هو ينازع هؤلاء في طريقة التعصب المقيت الذي هم عليه والاستماتة في الدفاع بالباطل وبالكذب وبالزور وبالبهتان. هذا الظن، أقول هذا هو الظن بأهل الحق وأتباع الحق. يبقى هل قوله مقدم أو مصيب في هذا؟ نقول هو رجل صالح أخطأ الجواب وانتهينا. هذه شبهة كل دائما تتردد، لما لم تفعلوا كذا إذا نفعلوا كذا، أما قالوا في سماحة المفتي أيضا لما لم تبدعوه لأنه مدح سيد قطب، قالوها، صحيح؟ طيب هل المفتي يعتقد فيه ويظن فيه أنه يقول بما قاله سيد قطب بين وحدة الوجود وسب الصحابة أو جمع من الصحابة والكلام في عثمان في بعض أنبياء الله فيك، يقول هذا؟ والله لو قاله لو الحق بسيد، لكن هذا بعيد عنه كل البعد، ها؟ بل مأثور عنه الخلاف هذا، بل لما سئل عن بعض مقالات سيد قطب قبل أن يعرف القائل ذمها وأنكرها إنكارا شديدا، واضح؟ فهو رجل كغيره من أهل العلم يصيب ويخطئ. نقول هنا في هذا الجواب أخطأ ولا نتجاوز، هذا غلط، نعتذر له، اجتهد فلم يصب وانتهينا. أما أهل الأهواء الذين يدافعون عن سيد قطب ها كسفر ونحوهم، هؤلاء لا، ما نعتذر لهم، لأن أصولهم تمشي على هذا السنة، وما دافعوا إلا نصرة للمذهب الفاسد، مذهب التكفير الذي عليه سيد قطب وجماعته. فهمتم؟ بارك الله فيكم.